السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خويا أو إخواني الكرام، بنتناقش معكم في واحد النقطة اللي سهلة مهلة إلا بغيتو. في التعليق ملي كنشوفو شي فيديو ولا شي صورة وبينا نعلقو، وفي الفيديو على الفيديو بالخصوص، ما نبقاوش نستعملو الشتم. نتوما على سبة تعالي دوا كتشتموه، قد اعطيو رايكم واخا، وبروح رياضيه، باخلاق، بمبادئ تكون مزيانه، بسلوك تكون زينه. كتشوف فيديو كتبدا تعير كيما كان نوع الفيديو. علاش نعير؟ باش نقول لكم، حيت كله تربيتو، كله كيما ربيو، كله البيئه اللي تربى فيها. بنكتب تعليق، نكتب التعليق بطريقة محترمة، وهذا الشيء اللي كان ما نخسرش الهضرة. غير هو كله البيئة فاش عايش. يلا دمتم في حفظ الله ورعايته، عاودوا تاني عيرو، حيت اللي ما مربيش ما عندي انا ما ندير ليه.